مساء الخير، اهلا بحضراتكم. النهارده زي ما كلنا كنا متابعين كان انطلاق ماراثون الثانويه العامه اللي بيأدي فيه يمكن 393 الف طالب وطالبه في الثانويه العامه امتحان ماده اللغه العربيه للشعب العلميه. احنا كده في اخر اليوم زي ما تابعنا طبعا في مستهل اليوم من 9 صباحا كل التفاصيل امام مختلف اللجان على مستوى محافظات الجمهوريه مع مراسلين اليوم السابع. يمكن عملنا النهارده تغطيه الحقيقه حيه وممتده وكبيره، لانه يعني امتحانات الثانويه العامه يعني بتهم كل البيوت المصريه. خلينا في اخر اليوم نستعرض كمان مع حضراتكم ابرز المشاهد او الاحداث خلال اليوم الاول لامتحانات الثانويه العامه، نقيم كده المساله اليوم مش ازاي، راي الطلبه في الامتحان وكل التفاصيل. قبل ما ارحب بالضيف اللي هيكون معايا، خليني اقول لحضراتكم انه النهارده الامتحان بدأ الساعة 10 صباحا، استمر لحد الساعة 1 الظهر. شفنا طبعا مع حضراتكم مع مراسلينا تطبيق مكثف الإجراءات الاحترازية، بوابات تعقيم، كواشف حرارية أثناء دخول الطلبة للجان. وخليني أكمل مشاهد اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة بعد أقل يمكن من ساعة وفقط على بدء الامتحان. شفنا تداول صفحات الغش على جروبس للواتساب، صور من أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وإجاباتها، وقالوا يعني إنها صورة الامتحان الحقيقي في مادة اللغة العربية لطلاب الشعب العلمية. وزارة التربية والتعليم أكدت إنه هيتم التأكد من صحة الأسئلة المتداولة، وانه فريق الغش الالكتروني يعني بيتتبع كل كبيره وصغيره كده لو هنقول داخل اللجان، ومش هتسمح الوزاره باي محاولات غش على الاطلاق. وزير التربيه والتعليم بالمناسبه دكتور طارق شوقي تفقد سير اعمال امتحانات الثانويه العامه في مقر مدرسه الخدويه الثانويه في اداره السيده زينب، وكان عنده حرص كمان على تفقد لجان الامتحانات ووجه للطلبه كلمات تشجيع، ويعني ان هم يكملوا ويلتزموا بكل الإجراءات اللي يعني بالتأكيد في الأول والأخير لسلامتهم سواء داخل أو خارج اللجان. وكمان دكتور طارق شوقي اطمأن على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، احنا بنتكلم على الكلمات، التباعد، يعني كل التفاصيل دي حتى أثناء جلوس الطلبة في اللجان. وأكد كمان إنه أسئلة امتحانات الثانوية العامة يعني موحدة بترتيب مختلف للأسئلة وترتيب مختلف للإجابات، وبالتالي التصوير وفكرة نقل الإجابات يعني مش هينفع وغير مجدي، والامتحان 16 صفحة وتصويره كامل، ده يعني حاجة صعبة ومجهدة يعني. وفي النهاية يعني كل اللي بيتم إثارته أو تداوله لن يؤثر في أي طالب، بل يعني هيؤذي من يفعل ذلك واللي كمان بيتبع هذا النهج. وعن الدكتور طارق شوقي بالمناسبة كمان عن ضبط طالب واحد في الغربية، هذا الطالب صور ورقته وتم القبض عليه زي ما بقول، وأكد إنه مفيش فايدة من فكرة تسريب الامتحانات بسبب اختلاف نماذج الامتحانات. و يعني لو هنتكلم على فكرة الغش، يعني استكمالا لحالات الغش قدر فريق الغش الإلكتروني برفقة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ضبط عدة حالات غش مختلفة. تم اتخاذ حيالهم الإجراءات القانونية، وأشار إلى أنه تم الوصول إلى الطلاب من خلال الرقم الكودي على ورق الأسئلة بعد خروج كراسات الأسئلة على صفحات السوشيال ميديا زي ما قلت في أول الكلام. وبالتأكيد في ردود أفعال كتير مختلفة بعد انتهاء الامتحان الأول في اللغة العربية، يعني آراء ما بين أن الطلبة مبسوطين بمستوى الامتحان قدروا يأدوه بشكل جيد، وآخرين بيشتكوا من قلة المدة المتاحة رغم أنه الأسئلة يعني في ناس بتشوف أنه بتقول أن الأسئلة سهلة. الوزارة طبعا ردت على كل هذه الآراء المتباينة، قالت أنه سوف يتم نشر نموذج امتحان اللغة العربية لطلاب الشعب العلمية واللي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم السبت. و يعني خلينا نقول كمان كان في تعليق مهم لوزير التربية والتعليم على شكاوى الطلبة المختلفة من صعوبة امتحان اللغة العربية، وقال إنه الموضوع ده موضوع أكاديمي ومش عايز يعلق عليه لأنه لا يجب تناوله من غير المختصين. أخيرا وفي نهاية اليوم الأول امتحان الثانوية العامة، نقلت سيارة إسعاف في محافظة الغربية أحد مراقبي امتحانات الثانوية العامة لمستشفى بسيارة إسعاف بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء المراقبة داخل اللجنة، وده بعد ما تلقت غرفة عمليات مديرة التربية والتعليم بالغربية وغرفة عمليات محافظة الغربية خدوا كده إشارة بتعرض مراقب لوعكة صحية داخل إحدى لجان الامتحان
وتم الدفع بيه سيارة إسعاف ونقله للمستشفى. الحقيقة إنه يعني في تفاصيل كتير متهيألي في نهاية اليوم الأول لامتحان الثانوية العامة، يمكن دي كانت أبرز المشاهد، لكن أكيد في حاجات كتير في اليوم اللي حصل النهارده. خلينا كده نرحب بيه زميلنا محمود طه، ويعني هو دايما معانا دائما وابدا في اليوم السابع وبصول ملف التعليم طول الوقت، وبناخد منه كل الافكار وكل المستجدات وكل ما يحدث على الساحه، ومفيش على الساحه اهم دلوقتي من امتحانات الثانويه العامه، فبالتاكيد عنده يعني حاجات يقولها لنا في اخر اليوم امتحان الثانويه العامه غير الحاجات اللي انا قلتها، اكيد عنده مستجدات. محمود مساء الخير، اهلا بيك. مساء النور زميلتي رغدة، أهلا بيك. اهلا بيك. ممكن تقولي بقى ايه يعني غير الحالات اللي يعني مثلا انا ما عنديش رقم لحالات الغش اللي تم رصدها النهارده مثلا، وده موضوع مهم يعني في اخر اليوم نشوف ايه فكرة التسريبات دي وصلنا فيها لايه للاخر. في الحقيقة يعني خلينا نفرق بين مصطلحين. مصطلح التسريب ده لم يحدث في امتحانات الثانوية العامة منذ 2016، الواقعة الشهيرة اللي كان في امتحانات الثانوية العامة في 2016، لأنه تسريب الامتحان معناه خروج سيرة الامتحان قبل بدء الامتحان، وده لم يحدث منذ 2016. أما اللي بيحدث هو محاولة غش إلكتروني وبيتم التصدي ليها من قبل وزارة التربية والتعليم. هناك فريق مكون من يعني بعض الجهات، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات، متواجدين في غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم، وبيتم متابعة امتحانات الثانوية العامة والتصدي لأي محاولات غش من خلال عدة طرق. أولها اللي اتقال ان هو في الغربية، يعني هو ده الطالب الوحيد تم رصده، هو في حالات اخرى احنا يعني لا، بس انا مش حصر العدد يعني مش رقم. في حالات حوالي يعني 6 أو 7 حالات تم رصدهم اليوم. في كمان حالة تم رصدها دخول أحد الطلاب بجهاز تابلت من خارج المنظومة، وبالتالي ده اعتبار يعني ده حالة غش أو محاولة غش، وطبعا أكيد تم تحرير محضر للطالب وسيتم اتخاذ توقيع عقوبة، سواء يعني هل الطالب لو استخدم في حالة استخدامه سيتم حرمان الامتحان لمدة 2 على الأقل، أما في حالة عدم استخدامه سيحرم من امتحان المادة اللي هي اللغة العربية النهاردة فقط. يعني وزارة التربية التسريبات دي طبعا انت بقى اكدت وانا كمان قلت في مسلسل الكلام انه وزاره التربيه والتعليم بتتصدى لحاجه زي كده، وفي لجان مراقبه وكاشفه لكل التحركات اللي هي مش تسريبات، هي محاولات غش. التسريبات زي ما قلت لحضرتك انه ده بيكون قبل بدء اللجنه، وده لم يحدث لانه الاسئله بتكون مؤمنه بشكل كامل، بيتم فتح المظاريف الاسئله قبل بدء الامتحان بدقائق معدوده، بيتم توزيعها على لجان السير وعلى الملاحظين، وبالتالي لم يحدث اي تسريب وانما محاولات غش. ومحاولات الغش دي بيتم التصدي ليها من خلال محاور وعوامل كتير داخل، سواء من قبل الملاحظين في اللجان او من خلال الغرفه المركزيه للوزاره، لانه كمان الطالب اللي بيصور امتحان كل امتحان ليه كود معين. ايوه ده طبعا بيتم يعني الوزاره بتعرف الكود ده كل طالب الموجود. كمان رقم كودي بعتقد، يعني كل طالب له رقم خصيص. بالظبط، كل امتحان ليه رقم كودي، وبالتالي اي حاجه بتتصور وبتطلع الوزاره بتعرف توصل لها في غضون يعني يمكن دقائق معدوده، بيتم فريق الغش الالكتروني بيوصل لهذه الـ الكراسه ويعرف يحدد هويه الطالب المسؤول عن تصوير الاسئله. الأهم من كده إنه يعني وزارة التربية والتعليم ووزير التربية والتعليم دكتور طارق الشاوي أكد إنه يعني محدش هيستفيد من محاولات الغش، لأنه الوضع مختلف، امتحان كله حوالي 60 سؤال، كله اختيار من متعدد، ما فيش وقت لأنه الطالب يدور على غش. ثانيا يعني الامتحان يعني مختلف ترتيبه الأسئلة، يعني ممكن طالب يكون عنده سؤال واحد هو مثلا التعبير، ممكن سؤال ده يكون واحد ده يكون مثلا نحو عن طالب آخر، وبالتالي على بال ما الطالب يتوصل للغش هيكون وقت الامتحان فات. وده انعكس كمان النهارده على الطلاب اللي هم حتى المجتهدين كانوا بيشتكوا من وقت الامتحان، بيقولوا ان الامتحان وقته غير كافي للمراجعة. بعض الطلبة قالت ان الامتحان غير كافي في للوقت، البعض الامتحان غير شايف ان كافي. في الامتحان اصلا في صعوبة، والبعض شايف ان الامتحان تمام بس الوقت غير كافي لحل الأسئلة. مين وجهة النظر اللي كانت يعني
فيها لا يعني ناس اكتر بتشجعها. هو حوار امتحان اللغه العربيه النهارده، طبعا في اجماع من كل الطلبه ان الامتحان في جزئيات صعبه، حتى الطلبه اللي هي حلت الامتحان قالت ان هي ما قفلتش الامتحان. في اتفاق، في يعتبر شبه اتفاق بين الطلاب، او مش اتفاق يعني توارد الاراء، انه الامتحان فيه جزئيات كتير صعبه، جزئيات خاصه بالقراءه والنصوص تحديدا كان فيها شكاوي، يعني جزئيات النحو الى حد ما كانت كويسه. الطلبه اشتكوا من جزئيات كتير من الامتحان. طلبه قالوا انه يعني الطالب الممتاز الشاطر ممكن يقفل يعني 50 او 55 سؤال من 60 سؤال، وبالتالي اعتقد بنسبه كبيره يمكن العدد اللي قفل الامتحان النهارده عدد محدود جدا من طلاب الشعب العلميه، وبالتالي يعني كان في شكاوى تتعلق بصعوبه الاسئله، في شكاوى تتعلق ب يعني وقت الامتحان غير كافي، كان في شكاوى برضو من انه لو كراسه الاسئله وصلت لبعض الطلاب في بعض اللجان بشكل متاخر، يعني في بعض الطلبه في لجان في محافظه طب الجيزه. التعامل معاهم ازاي بقى يا استاذ محمود؟ يعني طب بتعوضهم بوقت تاني ولا في بعض اللجان، في بعض اللجان ادت منحة الطالب عوضته الوقت المستقطع من وقت الامتحان أيوة. الاساسي، وفي بعض اللجان عوضت الطلاب بشكل يعني مش كامل، مش الوقت المستقطع بشكل كامل، وفي بعض اللجان رفضت يعني استقطاع الوقت المستقطع. لكن الطلبه النهارده يعني معظمهم كل الاسئله صعبه، الاسئله الوقت من غير كافي لمراجعه الامتحان تحديد الأسئلة. يعني الجزء الثاني المهم هو المتعلق بالبوكلت، قصدي البوكلت شيت، معذرة، البابل شيت. النهارده الطلاب يعني كانوا في ارتياح إلى حد ما، يعني التكتيك الأولى ليهم ليها كان رد فعل كتجربة أولى، تجربة أولى. إن طلبة النهاردة قالوا إنه تجربة البابل شيت تجربة كويسة، يعني ما كانوش يعني مفيش توتر من الإجابة من خلال البابل شيت. الأسئلة النهاردة اعتمدت بشكل كبير على يعني الفهم والاستنتاج، وده طبعا كان مضايق كتير من الطلبة، لانه زي ما احنا عارفين في كثير من الطلاب الثانويه العامه ما غيروش طريقه مذاكرتهم، ما زالوا على النظام القديم اللي هو الحفظ، ما زالوا يستعينوا بملازم الدروس الخصوصيه، وبالتالي يعني صدموا الى حد ما لما لقوا الاسئله بتعتمد على الاستنتاج والفهم. الجزء الثاني خاص بالكتاب المدرسي، كانوا الطلبه النهارده متاح لهم الدخول بالكتاب المدرسي لانه امتحان اوبن بوك. يعني كثير من الطلاب قال ان احنا ما استخدمناش الكتاب لانه طبعا وقت الامتحان ضيق وما عرفناش يعني يبحثوا عن الاجابه، يعني يبحثوا جزء لا هو مش هيلاقي الاجابه في الامتحان، هو في الكتاب، هو الكتاب لل يعني كاسترشاد لبعض القواعد العلميه اللي الطالب ممكن يحتاجها لفهم سؤال معين او بناء اجابته على جزئيه معينه. في جزء فني برضو اكدوه طلاب الثانويه العامه، وهو انه الاجابات على الاسئله، السؤال الواحد ممكن يعني كل سؤال عليه اربع اختيارات او اربع اجابات، المفروض الطالب يختار منهم اجابه. الطلاب اكدوا انه الامتحان او الاجابات متشابهه، لدرجه انه ممكن يعني الطلاب اثنين من الطلاب يجاوبوا السؤال وهم الاثنين يعتقدوا انه الاجابه بتاعت كل واحد فيهم صحيحه، ولكن الاجابه مختلفه، كل واحد بيختار اختيار مختلف عن الاخر. وزاره التربيه والتعليم يعني اكدت انه يعني الامتحان مطابق للمواصفات، الامتحان يعني من المنهج، مفيش حاجه من خارج المنهج. قالت كمان انه يعني وضع الامتحان ده خبراء متخصصين في الماده العلميه. كمان الدكتور طارق شوقي علق قال انه ده جزء اكاديمي يتعلق بالوزاره والمركز القومي للامتحانات اللي المنوط به وضع اسئله امتحانات الثانويه العامه. ولكن قد يعني تشهد يعني الساعات القادمه يعني ممكن وزاره التربيه والتعليم تعلن مثلا يعني اتخاذ اي اجراء يتعلق بشكاوى الطلاب من صعوبه الاسئله، ممكن تعلن مثلا مراعاتهم في عمليه التصحيح، يعني او مثلا
يعني وده احتمال طبعا غير وارد، ممكن الوزارة تقرر مثلا إلغاء مثلا جزء اثنين سؤال اثنين ويتم احتمال إعادة وارد في فكرة توزيعها. الغاء جزء من الأسئلة، ولا احتمال غير وارد فكرة ان اصلا وزارة التربية والتعليم تطلع ببيانات من النهاردة، يعني ان الطلبة يستنوا بيانات من يعني وزارة التربية والتعليم؟ دي حاجة مستبعدة بتشوف، ولا توقعاتك ايه؟ يعني انا اعتقد ان الوزاره من الفرض ان هي تطلع ب يعني بيان لتهدئه الطلاب علشان يقدروا يركزوا في هو في السنوات بيان القادمه. بتحط طبعا على فكرة، اولا تصدي فكرة حالات الغش والتسريبات والكلام ده، بالظبط وفي جزء تاني، بالظبط. وفي جزء تاني فكرة انه ساعدني انا مش فاكرة فكرة البابل شيت، هو في حاجة طلعت بيها عن لا البابل هو في شيت. جزء طلع لا جزء طلع بانه تم ضبط طالب يعني ما فيش بماده حاجة خارج اسمها هو الموقع. ده اه تسريبات، بالظبط بنتكلم على التسريبات. بالظبط. وانه فكره الحديث او ان احنا ناخد نقاشات كثيره ممتده على فكره الامتحان سهل او الامتحان صعب، ودكتور طارق شوقي قال يعني بلاش نخوض في كثير من هذه الامور، لانه في الاخر التقييم لازم يكون من حد اكاديمي. بالظبط دول اه بالظبط البيانين اعتقد طلع بيهم وزاره التربيه والتعليم. فانا بالظبط بسالك، اه هل متوقع ان ممكن تطلع بيان تاني لتهدئه الطلبه، او يعني انا في اعتقد مستقبل اه في اعتقد الامتحان مثلا؟ اه الدكتور طارق يصرح يعني في نهاية اليوم يعني ب يعني حاجة يعني تريح الطلاب، واكيد وزارة التربية والتعليم وصلتها كل هذه الشكاوي واكيد هتتعامل معاها، لانه في وزارة التربية والتعليم اكيد حريصه على مصلحه الطلاب ومصلحه اولياء امورهم، ومقدره انه طلاب الثانويه العامه هم اول دفعه بيتم تطبيق عليها الثانويه التي تعتمد على التقييم الجديد المختلف. ويعني خلينا نتفق انه دفعه الثانويه العامه هذا العام هي يعني دفعه يمكن شويه ظروف كمان التربية واستثنائيه. بالظبط، وتعبت شويه فيما يتعلق ب يعني تطبيق نظام التقييم الجديد عليها، وطبعا الطلاب محتاجين ان هم يكملوا امتحانات الثانويه العامه بشكل يعني هادي ومطمئن، واعتقد ان طبعا. الوزاره حريصه على مصلحتهم بشكل كبير. يعني ان شاء الله باذن الله الاسئله في الايام اللي جايه اكيد الوزاره هتراعي يعني الجزئيات في الخاصه. جزء من الموضوع انه يعني الحاله كلها جديده عليهم، فكره التجربه نفسها جديده، فبنتمنى ان فكرة طلابنا تجربة يكونوا جديدة احسن وفكرة كمان يعني في الامتحانات القادمه. وزي ما بتقول هو دي طبعا بكرر الناس، بس ده مجرد توقع من استاذ محمود، يعني هو متوقع يعني انه ممكن وزاره التربيه والتعليم تطلع ببيان ما يكون فيه يعني طمانه لطلاب الثانويه العامه. فبنتمنى حاجه زي كده، وانا بشكرك شكرا جزيلا كمان يعني على كل المعلومات الكافيه او كل الرصد للطلاب. الكافي يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي والوزاره اعلنت بشكل رسمي ان تم ضبط 8 حالات غش باستخدام اجهزه الهواتف المحموله في المحافظات الغربيه والداخليه والمنوفيه والفيوم وبني سويف، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عنها، وكمان يعني اتخاذ الاجراءات القانونيه، وكمان تم يعني نقل طالب في محافظه اسوان الى المستشفى بعد شعوره بحاله اعياء اثناء تاديه الامتحان، وتم عمل تقرير طبي للطالب لضمان حقه في اداء امتحان الدور الثاني بالكامل. يعني وبيان الحال احنا على الهواء. بالظبط كده. يعني الوزاره بتاكد انه اللجان كانت مؤمنه بشكل كامل، وان الامتحانات صارت بشكل جيد دون حدوث اي مشكلات. و لو عندك فكره، الطلبه اللي تم يعني تعرف على هويتهم، اللي هم اصبحوا 8 على مستوى المحافظات اللي حضرتك ذكرتها حالات غش، ممكن يكون التعامل معاهم ايه؟ يعني يعني الارقام بصي اللي هو القانون، بتتخذ معاهم ايه، والاجراءات اللي بتتخذ معاهم ايه؟ بصي هو حضرتك القانون واضح في هذا الشأن. الطالب لو تم يعني الطالب اللي شير أسئلة او أجوبة على صفحات السوشيال ميديا او على صفحات هم الغش التقييم المكشوفة، عفوا ولا سربوا؟ فيهم طلبة غشت وفيهم طلبة صورت الامتحان وطلعته على صفحات الغش او على جروبات الواتساب والتليجرام. القانون واضح في هذا الشأن، بيقول انه الطالب اللي بيتم ضبطه باستخدام اجهزه غش الكترونيه بيحرم من الامتحان لمده عامين على اقصى تقدير. كمان في هناك عقوبه جنائيه، المفروض يعني في غرامه يعني المفروض ان هي يعني لا تزيد عن 200,000 جنيه، وفي كمان عقوبه حبس. فطبعا الشؤون القانونيه بيتم التحقيق مع الطالب مع المراقب والملاحظ ويعني توقيع الجزاء المناسب.
اما لو الطالب كان بحوزته التليفون محمول دون استخدامه حتى لو كان مغلق بيحرم من الامتحان، من المادة اللي بيؤدي فيها الامتحان وبيستكمل الامتحان. اتفضل. بيستكمل الامتحان، بتقولي بيحرم المادة، بيستكمل الامتحان عادي، بيستكمل الامتحان عادي باقي المواد ويحرم من المادة فقط اللي هي تم ضبط فيها الجهاز المحمول او اي وسيلة غش ايا كان. طب انا كنت بس عايزك تجاوب لي كله عشان برضو الطلبة او اهالي الطلبة اولياء الامور يسمعونا، عايزين بس نختم بانه ده سيناريو مش الطف حاجه انه الطالب يحط نفسه فيه، يعني ضغط الثانويه العامه لوحده ضغط ولوحده ريسك ومسؤوليه، الطالب يبقى بيتحمل مسؤوليه كبيره ان هو ده يعني مستقبله اللي هيكمل فيه، يعني هو يعني محمل بالكثير من اماله وامال المحيطين بيه من اهله او كده، فما فيش يعني المشكله نفسه في سيناريو ان هو حضرتك بتقول ممكن يتوقف سنتين عشان يؤدي الامتحان، ده وقت كبير. يعني هو مشكله كبيره، المشكله ان هو يعني اولا لا يستفيد من محاولات الغش، ثانيا يعني صفحات الغش موقف مش 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 جيد ومضيع لمستقبله، وحضرتك بتقول بياخد المراقبين كمان بيتم سؤالهم، فبيعرض نفسه والدار المحيطه بيه لسيناريوهات او يعني موقف مش لطيفه يعني. فاحنا يعني بندعوهم، الطالب الخسران احنا بندعوهم انه ده يعني احنا كلنا ثقه طبعا في كل طلاب الثانويه العامه وفي مدى التزامهم وفي مدى جديتهم في اداء الامتحانات، لكن يعني قله قليله خلينا نقول اللي ممكن يصدر منها حاجات زي كده، فبنقول لهم يا جماعه ارجوكم ده سيناريو مش كويس خالص، ارجوكم لان يعني بلاش نتبعه لمصلحتكم و يعني مصلحه لمستقبلكم مش اكتر، يعني ما حدش متضرر زي ما استاذ محمود كده بيقول غيركم. فانا بشكرك يا استاذ محمود شكرا جزيلا، بشكرك كمان مره تانية على يعني موافقتك كمان وانك بتقول لنا البيانات كمان لسه صادره واحنا على الهوا، شكرا يعني لدرايتك الكامله بالموضوع، يعني شكرا لحضرتك. اتفضل. شكرا جزيلا. أصل. طيب الشكر موصول كمان لمتابعه حضراتكم، تمنياتنا لكم بكل التوفيق وبكل يعني التفوق طول الوقت، احنا متابع معاكم بدا الثانويه العامه، بتاعت الثانويه العامه يعني بتهم كل بيت مصري، فربنا معاكم جميعا وبنشكركم للمتابعه وانتظرونا في المزيد، الى اللقاء.